فهذا كما قال الأخصي الحقيقة أنه مشكلة. يعني الآن تجد بعض الأخوان مع الأسف يرد على إخوانه أكثر مما يرد على الملحدين اللي هم ملحدين صريح، نعم، يعادي أكثر مما يعاده هؤلاء ويشهر به في كلام لا أصل له ولا حقيقة له. لكن حسد وبغي، ولا شك أن الحسد من أخلاق من؟ اليهود، أخبث عباد الله. ثم الحسد لا يستفيد منه الحاسد إطلاقا، بل لا يزيده إلا غما وحسرة وحرقان. ابغ الخير للغير يحصل لك الخير، واعلم أن فضل الله يؤتيه من يشاء. لو حسدت ما تقدر تمنع فضل الله، ربما تمنع فضل الله عليك بمحبتك لزوال فضل الله على غيرك وكراهتك نعمة الله على غيرك. فتجد بعض الأخوة عندهم حسد، وأنا أظن أن الحاسد في خصوصا طالب العلم، أنا أشك في نيته أو في إخلاصه في طلب العلم، لأنه إنما حسد لكون الثاني صار له جاه عند الناس وصار له كلمة والتف الناس حوله فحسده. إذن معناه أنك تريد الدنيا. لو كنت تريد الآخرة حقا، تريد العلم حقا، لكنت تسأل عن هذا الرجل الذي التف الناس حوله وأخذوا بقوله، تسأل عن علمه لتكون مثل الناس أيضا، تجي أنت لأمه تستفيد منه. أما أن تحسده وتشوه سمعته وتذكر فيه من العيوب ما ليس فيه، فهذا لا شك أنه بغي وعدوان وخصلة ذميمة